السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحد هنا؟ صوت واضح؟ يبدو لي أن ما في أحد. السلام عليكم. هذه بنتنا حمدة. صوت واضح يا بنتي حمدة؟ تمام. اليوم ناخذ المراجعة. كوني وياي ما في إلا أنتي لوحدك. بعطيك مسألة أبغيك نحلها، نحلها جميع. لو فرضا في مسألة اللي هو الاستهلاك، طبعا احنا أخذنا أنواع الاستهلاك في موجود عندنا طريقة القسط الثابت والقسط أيضا المتناقص. لو أخذنا المسألة هذه قلنا في 1/1/2015 قامت إحدى المنشآت بشراء حاسبات آلية. ربما تكون المسألة في حاسبات آلية أو فرضا آلات أو معدات، لأن جميع الأصول قابلة للاستهلاك ما عدا الأراضي. فهنا لو أتى بآلات حاسبات آلية بلغت تكلفتها فرضا 300,000 ريال، عمرها الإنتاجي المقدر 4 سنوات، حيث قدرت قيمتها كخردة في نهاية طبعا اللي هو الـ4 سنوات، إنه تباع بقيمة أو قيمة كخردة 60,000 ريال. لو طلبنا مصروف الاستهلاك وفقا لطريقة القسط الثابت، لطريقة القسط الثابت كيف سوف يكون؟ طبعا طريقة القسط الثابت يكون ثابت لجميع السنوات. فش اللي نعمل؟ نأخذ قيمة الأصل أو قيمة اللي هو الآلات، هذه نطرح منها قيمتها كخردة أو كنفاية ونقسمها على العمر الإنتاجي للأصل، ونقسمها على العمر الإنتاجي للأصل. فكم سوف يكون؟ هلا بنتي حمدة. أنا أسأل في طرق الاستهلاك، طرق الاستهلاك فقط اللي هو مراجعة. إيه. أعيد عليك المسألة. كتبي عندك. لو فرضاً أحد المنشآت لديها أو اشترت حاسبات آلية بلغت تكلفتها قيمة الحاسبات الآلية 300,000 ريال، 300,000 ريال، وأعطانا وقال أن عمرها الإنتاجي، يعني الحاسبات الآلية هذه عمرها الإنتاجي مقدر 4 سنوات، 4 سنوات
وأيضا أعطانا قيمتها كخردة في نهاية العمر الإنتاجي، إن بيكون قيمتها كخردة 60,000 ريال. لو طلبت منك اللي هو مصروف الاستهلاك وفقا لطريقة القسط الثابت، مصروف الاستهلاك وفقا لطريقة القسط الثابت، إن شاء الله أشرح. هنا اللي هو طريقة اللي هو القسط الثابت، سبق أن شرحنا طرق الاستهلاك، فأخذنا طريقة اللي هو القسط الثابت، تشوفينها في اللي هو أنا وضعتها لكم في صفحة رقم 64 اللي هو طريقة القسط الثابت. كيف نعرف اللي هو طريقة اللي هو القسط الثابت؟ طبعا بشرحها لك اللي هو ان الاصول الثابته لها طرق في الاستهلاك ما عدا اللي هو الاراضي. كيف نعرف اللي هو قسط اللي هو الاستهلاك للمساله هذه؟ بان ناخذ، انتبهوا وياي، قيمه الاصل، يعني قيمه الحاسبات الاليه هذه كم قيمتها لما نحن اشتريناها، نطرح منها قيمتها كخردة في نهاية اللي هو السنة، نطرح منها قيمتها كخردة. طبعا الناتج هذا نقسمه على العمر الإنتاجي للأصل، العمر الإنتاجي للأصل ألا وهو الأربعة. فخذي قيمة اللي هو الأصل 30,000 ريال، اطرحي منها قيمتها كخردة. هنا قال قيمتها كخردة 60,000 ريال، الناتج اقسميه على العمر الإنتاجي للأصل. طبعا العمر الإنتاجي للأصل اللي هنا في هذه المسألة 4 سنوات. أعطيك أنت اللي تصلين إلى الحل. وصلت إلى الحل. فالحل سوف يكون الناتج اللي هو 60,000 ريال، 60,000 ريال المصروف اللي هو الاستهلاك وفقا لطريقة اللي هو القسط الثابت، 300,000 ريال مطروح منها 60,000 ريال مقسومة على أربعة، فيصبح مصروف الاستهلاك وفقا لطريقة القسط الثابت 60,000 ريال، فالنتيجة اللي هو 60,000 ريال. طيب لو سألنا عن اللي هو قائمة المركز المالي، وشفنا بعض اللي هو العناصر اللي تحتويها قائمة المركز المالي، وقلنا تعتبر الأوراق القبض التي تمتلكها الشركة، هل هي من ضمن أوراق القبض، هل هي من ضمن الخصوم؟ هذا واحد. أو هل هي من ضمن حقوق الملكية، أو من ضمن الأصول الثابتة، أو ربما تكون الرابعة الأصول المتداولة. يلا يا بنتي حمدة، الجواب
عاد انتبهي معي. أعيد لك اللي هو سؤال. لو فرضنا وسألنا عن أوراق القرض اللي تمتلكها الشركة، طبعا أوراق القرض اللي من ضمنها اللي هو الكمبيالات، وقلنا بأن أوراق القرض هل هي تعتبر من ضمن الخصوم واحد، أو حقوق الملكية اثنين، أو الأصول الثابتة، أو من ضمن أربعة الأصول المتداولة؟ قلت لك اللي هو السؤال. الأوراق المالية، يعني أنا أصلا ما وضعت الأوراق المالية من ضمن اللي هو الاختيارات. هذا واحد. اثنين، أيضا هي ليست من الأوراق المالية، بالعكس أوراق القرض أو الكمبيالات تعتبر من ضمن الأوراق التجارية، فالجواب عندك اللي هو الخطأ، ليست من ضمن الأوراق المالية. فبالنسبة إلى أوراق القرض التي تمتلكها الشركة تعتبر من ضمن الأصول المتداولة، اللي هو أربعة اللي هو الأصول المتداولة. لماذا؟ لأنها كمبيالات مسحوبة على الغير، فهذا يعتبر كأنه بمثابة المدينون، فنحن نطالب الغير بقيمة الكمبيالات، فتصبح من ضمن الأصول المتداولة. لو أيضا وضعنا المدينون، هل يصنف المدينون من ضمن حقوق الملكية، أو من ضمن الأصول الغير ملموسة، أو أن المدينون من ضمن الخصوم، أو أخيرا ربما يكون المدينون من ضمن الأصول المتداولة؟ ما عندك خيارات، فلذلك سوف أشرح مباشرة. فالمدينون تعتبر أيضا من ضمن له الأصول المتداولة، أيضا لو سألنا عن عكس المدينون ألا وهم الدائنون، هل يصنف الدائنون من ضمن الأصول المتداولة، أو من ضمن الأصول الغير ملموسة، أو من ضمن حقوق الملكية، أو من ضمن الخصوم؟ طبعا جواب أنه الدائنون من ضمن الخصوم. لماذا؟ لأن الدائنون هم الذين يطالبون الشركة بقيمة المديونية، فلذلك يصنفون تحت الخصوم، تحت الخصوم. فنحن شرحنا قائمة المركز المالي. قائمة المركز المالي لها جانبين، اللي هو الأصول أو الموجودات بالمقابل اللي لها حقوق الملكية زائد الخصوم. فتحت اللي هو الخصوم يصنف اللي هو الدائنون. لو سألنا أيضا سؤال هذا وقلنا هل هو من ضمن طرق اللي هو الاستهلاك، طريقة اللي هو القسط الثابت؟ نعم، من ضمن اللي هو الاستهلاك طريقة اللي هو القسط الثابت. طبعا القسط الثابت اللي تمتاز ان كل سنة يكون القسط ثابت لا يتغير. فلو كان فرضا القسط الثابت لخمس سنوات، فنرى السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة مقدار واحد لا يتغير. ايضا من ضمن اللي هو الموضوعات اللي هو اخذنا، الا وهو الاستغناء عن الاصول الثابته. فربما في نهايه السنه تستغني بعض اللي هو الشركات عن بعض الاصول. فلو فرضا طرح السؤال هذا وقلنا من ضمن طرق الاستغناء عن الاصول البيع والمبادله،
فهذه العبارة اللي هو صحيحة، فممكن اللي هو أن الشركة تستغني عن بعض اللي هو الأصول الثابتة عن طريق البيع تبيعها أو عن طريق المبادلة، يكون عندها فرضا اللي هو سيارات تبادلها بآلات فرضا أو بسيارات لكن أحدث، فهذا يعتبر من ضمن طرق الاستغناء عن بعض اللي هو الأصول الثابتة. لو أيضا سألنا عن اللي هو الأوراق المالية كتبتيها الآن بنت حمدة، وسألنا سؤال هذا وسؤال هذا ب سلبية، وقلنا ليس من الأوراق المالية، ليس من الأوراق المالية، هل هي الأسهم الممتازة أو الأسهم العادية أو سندات أو أوراق القبض؟ طبعا اللي هو الإجابة اللي هو بالنسبة إلى الأوراق المالية اللي هو الأوراق القبض، فأوراق القبض ليست من ضمن الأوراق المالية، وإنما أوراق القبض من الأوراق التجارية، الأوراق التجارية. فلذلك لما ذكر لنا اللي هو الأسهم الممتازة أو الأسهم العادية أو السندات، كلها هذه الثلاث تعتبر من ضمن الأوراق المالية، الأوراق المالية. أيضا لو سألنا من ضمن اللي هو الأصول اللي هو الثابتة والغير قابلة للاستهلاك ألا وهو الأراضي، فربما يكون لدينا عدة خيارات سواء آلات أو معدات أو سيارات أو مباني، وذكر اللي هو الأراضي، فيكون اللي هو الأراضي هي الوحيدة أو العنصر الوحيد في الأصول الثابتة الغير قابل للاستهلاك، غير قابل للاستهلاك، يعني ما نضع له استهلاك سنوي. أيضا لو سألنا عن الاستهلاك، كلمة اللي هو الاستهلاك، فالاستهلاك التعريف اللي هو له هو النقص التدريجي، النقص التدريجي في المنافع والخدمات الاقتصادية الكامنة بالأصل الثابت خلال عمره الإنتاجي، هذا معنى الاستهلاك اللي هو النقص التدريجي في المنافع والخدمات الاقتصادية. ونلاحظ هذا اللي هو التعريف الفلسفي للأصول اللي هو الثابتة، فالأصول الثابتة سواء آلات أو معدات، حتى السيارات التي نمتلكها شخصيا هي عبارة عن مجموعة من المنافع واللي هو الخدمات. طبعا لما يكون لنا يكون فيها نقص تدريجي تنقص من سنة إلى سنة إلى سنة، هذا معناه اللي هو الاستهلاك بأنها تستهلك، بأنها تستهلك. أيضا لما نسأل عن الأصول الغير ملموسة، الأصول الغير ملموسة في سؤال، ونقول ليس من ضمن الأصول الغير ملموسة، ليس من ضمن الأصول الغير ملموسة براءة الاختراع أو شهرة المحل أو العلامة التجارية أو الاسم التجاري، ثم نذكر اللي هو المعدات، فيصبح اللي هو المعدات، فننتبه إلى أن ربما يضع لنا مثل هنا ليس من ضمن الأصول الغير ملموسة، ربما يضع له الخيارات أصول غير ملموسة مثل براءة الاختراع يعتبر من ضمن الأصول الغير ملموسة، شهرة المحل يعتبر أيضا من الأصول الغير ملموسة، العلامة التجارية والاسم التجاري كلها تعتبر من ضمن الأصول الغير ملموسة. هنا اللي هو الخيار الوحيد اللي هو صحيح المعدات، فالمعدات ليست من ضمن الأصول الغير ملموسة، فالمعدات من ضمن الأصول الثابتة التي لها كيان مادي ملموس، كيان مادي ملموس. أيضا بالنسبة إلى الأصول الغير ملموسة، لو عرفنا اللي هو التعريف اللي لها أو شو اللي أو شو اللي يميز الأصول الغير ملموسة، طبعا تتميز بعدم وجود كيان مادي ملموس،
نلاحظ أن الأصول الثابتة لها كيان مادي ملموس مثل آلات ومعدات، ممكن اللي هو نراها حتى في اللي هو الملاحظة. هنا الأصول الغير ملموسة تتميز بعدم وجود كيان مادي ملموس طبعا، وأيضا يصعب التأكد من المنافع المحتمل الحصول عليها من استخدام هذه الأصول. هذا بالنسبة إلى الأصول الغير ملموسة، الأصول الغير ملموسة. أيضا من ضمن اللي هو الأصول الغير ملموسة حقوق التأليف والنشر، فربما يأتي بتعريف لحقوق التأليف والنشر بأن حقوق التأليف والنشر هو أن تحتفظ الدولة للمؤلف أو الفنان أو صاحب العمل الأصلي في شتى المجالات العلمية والأدبية والفنية حقه في نشر وإنتاج وبيع إنتاجه. وهذا ما نلاحظه في جل الكتب، لما يكون لدينا أي كتاب من الكتب نفتح له الصفحة الأولى نجد العبارات هذه بأن حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف، محفوظة للمؤلف. أما لو فرضا المؤلف استغنى عنها عن طريق اللي هو البيع لدور النشر والطباعة، فيصبح حقوق الطبع محفوظة للناشر أو للمطبعة هذه. فلذلك حقوق التأليف والنشر تعتبر من ضمن الأصول الغير ملموسة، وطبعا معناها أنها أن تحتفظ الدولة للمؤلف أو الفنان، ربما يكون أيضا فنان أو صاحب اللي هو العمل الأصلي في شتى المجالات العلمية والأدبية والفنية حقه في نشر وإنتاج وبيع إنتاجه وبيع إنتاجه. عندك سؤال؟ الحمد لله، لو كان عندك سؤال. إذا نكتفي بهذا القدر اللي هو اليوم، لو كان عندك سؤال ربما يكون عن طريق اللي هو المنتدى، و لو كان إن شاء الله غدا فيه محاضرة أيضا سوف تكون عن اللي هو المراجعة، وسوف أولا أنظر إلى المنتدى المحاسبة ونرى هل في من أسئلة ممكن أن نطرحها. بارك الله فيك، بارك الله فيك، وإياك وإياك، الله يعطيك أيضا. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.